سالي، وصلنا لفقرتنا الأولى لليوم، وهي عبارة عن موضوع فعلا بهم كثير من الناس على مختلف الأعمار والفئات أيضا وشرائح المجتمع، فتعتبر حياة الإنسان مجموعة من العادات تشكل الشخصية، يكون لها الأثر الكبير على مسار الحياة. العادة هي القدرة على أداء عمل أو سلوك بطريقة آلية إلى أن تصبح جزءا من شخصية الإنسان، فيصعب على الفرد ترك تلك العادة. فرح، نحن جميعا محكومون بعادات جيدة وأيضا عادات رديئة، لكن ما مدى تأثير هيدي العادات على مستوى أدائنا ونمط علاقاتنا، وما مدى تأثيرها أيضا على عاداتنا اليومية اللي رح نفتتح فيها نهارنا على حياتنا وأنواع الاهتمامات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو الأخصائية النفسية هنادي سلاخ. نرحب فيكي وأهلا وسهلا فيكي، نورتي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، صباح الخير. يسعد صباحك هنادي عن جديد. اليوم فعلا اخترنا موضوع بهم يمكن كثير من الناس على اختلاف عمرهم. السلوك كيف ممكن يتحول لعادة؟ بالبداية بدنا نعرف شو هو السلوك واختلافه من شخص إلى آخر. خلينا نعرف العادة بالبداية. العادة هي سلوك غير واعي. السلوك هو مكون من ثلاث مكونات، نحن دائما بنقول هي الأفكار، بما تفكر تشعر فيتصرف الإنسان من الخارج. فالعادة هي ما اعتدت عليه، سواء كانت عادة سلبية أم إيجابية، فهي هاي عادة الإنسان تبرمج منذ الصغر أو تكونت عنده بسبب أثناء مراحل التنشئة الاجتماعية، فبتتكون عنده عادات بسلوكه. فهون لحنا منركز على العادات. أي عادة بالنسبة للشخص هي بتعمله نوع من اللذة، فلهذا هو بيستمر على ممارستها هاي العادة. فنحن دائما عنا تصنيفين، عادات إيجابية وعادات سلبية، ولكن هذا التصنيف كثير بننتبه له أنه السلبي والإيجابي هو نسبي، فيختلف هذا التصنيف من أسرة لأسرة، من مجتمع لمجتمع، لثقافة لثقافة. اللي بيشكل عنا مثلا عادات لحنا كمجتمعات عربية يختلف كثير عن المجتمعات الأوروبية أو الأمريكية أو الكرة الأرضية بشكل عام. فنحن كثير ننتبه هون على التصنيف السلبي والإيجابي بالنسبة للشخص، سواء كانت عادة صحية أم غير صحية. نعم، يعني هنادي مثل ما قلنا نحن محكومين بعاداتنا. أحيانا يعني بترافقنا عادة سلبية، مثلا مو بس بتعاملنا مع الناس، يمكن مع بالأكل دائما بيقولولنا لا تشربوا مي مع الأكل، ونحن مصرين إنه نشرب مي مع الأكل. فهيك عادات كيف فينا نحن نتحكم فيها؟ ما هي تتحكم فينا؟ كيف فينا نحن إنه نكون نحن اللي مسيطرين عليها مو هي اللي مسيطرة علينا؟ نحن بدنا نحكي على تغيير العادة. نحن ممكن تشكلت عاداتنا منذ الصغر، فدائما نحن تغيير العادة أصعب من تكوينها. ليش؟ لأنه هون صار في عامل المدة. كل ما نحن استمرينا في استمرارية بمزاولة العادة، نحن حنضل مستمرين عليها. فكيف نحن بنترك العادة؟ من خلال التثقيف، سماع النصائح. فلا نترك عادة أو بده يكون في قناعة تماما أنه أنا ليش بدي أترك هاي العادة، مثل شرب الماء مع الطعام مثلا. ممكن نحن نجي من جانب صحي أو جمالي أنه بيعمل نفخة بالبطن، فمنشوف كل شخص وين هو اهتماماته وشو هو حاجته، فينا نرشده كيف أنه هو يبطل العادة، بس بده قناعة تامة وإرادة 100%. مزبوط. نعم. يعني هنادي كتير تفاصيل رح نحكي فيها، لكن هلأ رح نروح لزميلتنا ملك الوقاية اللي فعلا نزلت على الشارع، شافت كيف السوريين بيبدو نهارهم، يلي يمكن هي البداية بتختلف من شخص للتاني. خلونا نتابع التقرير ونرجع نكمل موضوعنا. ما بتفيق من النوم شو اول شيء بتعمله؟ بغسل وشي. يومنا هو 24 ساعة، كل واحد منا بحب يبدا نهاره على طريقته. اغلب الناس بتحب تفتتح الدقائق الاولى فنجان قهوة. اول شيء والله يعني بغسل وبساوي قهوة دغري. بشرب قهوة. بشرب قهوة. اول ما فيق من نومي مباشرة بغلي قهوة. اول ما فيق بغسل وبقعد بعمل دولة قهوة وبشربها مع بسكوتي، كله تمام. بشرب قهوة. بنعمل فنجان قهوة، بنعمل كاسة زهورات، بصلي على النبي. بس كمان في ناس بتبلش نهارها بغير القهوة، ممكن قطعة شوكولا صغيرة او فنجان نسكافيه او حتى غنية رايقة، وفي منا حتى القهوة ما بيلحق يشربها.
عادي بلبس ثيابي وبنزل على شغلي، يعني ما عندي وقت لحتى اشرب قهوه او شيء. شو اول شيء بعمله وقت فيه من النوم؟ احيانا بفتح جوالي. اغسل وجهي اول شيء، بفيق بظبط تخطيط، بعدين بغسل وجهي، بعدين بجهز حالي لاطلع الدوام الصبح. اول شيء بغسل وجهي وبلبس وبنزل على الشغل. بغسل وجهي، بشرب كاس متي، بحمد ربي على نعمته وبدعي الله يعافي مرضانا ويرحم امواتنا، وبدعي الله ييسر لي ويعني ويجعل النهار خير علينا وعلى أمة محمد اجمعين. والله انا بصلي الصبح يعني، او بضلني بقعد بسبح وكذا، وبعدين هيك بتناول لي كاسه شاي وانا متقاعد يعني، ما عندي شغل. اول شيء بعمله بحسب الهموم اللي بدنا نساويها، لك طبعا شو الشغلات اللي بدنا نعبي، بنزين غاز، شو في شغلات بقعد بحسبهم بقالي بنظبطهم. ما في شيء اجمل من صباح مليء بالتفاؤل والثقه، فكل صباح هو بدايه حلم وهدف جديد. خلوا صباحكم رايق. أكيد لازم نخلي الصباح رايق نادي. يمكن بعد هذا التقرير شو تعليقك على الموضوع أولا، ثانيا ما مدى تأثير العادة الأولى أو أول شيء بنعمله بس نفيق على النهار كله؟ إذا بدنا نشوف الإجابات اللي اجتمعت، هي أغلبيتها شرب القهوة أو شرب المتة، عنا كتير كمان شيء دارج. بدي أعطي ملاحظة على شرب المتة، في ناس بيفضلوها أكثر من شرب القهوة لأنه سلسة أكثر وبتقضي وقت أكثر، ففي ناس بأنه فنجان القهوة بيخلص بسرعة بفضلوا شرب المتة لأنه بتعطي وقت أكثر بتمد. تمام، هذا أكيد في له سبب، كمان بيكون ما في عمل أو وقت فراغ كثير. العادة اليومية الصباحية هي بدنا نقول مقدمة النهار، كتير مهم نحن نركز عليها. فمثل الأستاذ اللي حكى أنه هو بيقعد بيحسب الهموم، كتير خطأ نحن نبلش بداية عائلته كتير نحن خطأ أنه نبلش هذا اليوم بالتفكير السلبي. كتير من أحد العادات الجيدة اللي نحن بننصح فيها هي خطط ليومك، أنه استيقظ صباحا بس تخطط بشكل إيجابي. يجوا هون في كتير ناس أنه هن ما عندهم خطط، فنحن لو حددنا بداية كيف مندرب الشخص على الخطط، خطط امتى بدك تفطر، امتى تتغدى، وامتى تتعشى، هي ابسط خطه. يعني يحاول يدير وقته على انه يقدر ينفذ هدول الثلاث مواعيد بالوقت المناسب. فالعاده الصباحيه كثير مفيده، واحد العادات اللي كثير هي منيحه ومفيده هي ترتيب السرير. بدايه انه اول ما يفيق الشخص بيفتح الشباك. العادي اللي ما بيرتب السرير شو بيكون؟ بيعمل نوع من التوتر والضغط على عدة أيام. ممتاز. لأنه الفوضى بالغرفة هي كتير بتأثر أثر سلبي على نفسية الشخص. علما أنه كتير هلأ اليوم الصبايا بتقلك أنا هي قوتي ما حدا دخله فيني، هي بتحبها نوع من الفوضى. ولكن ترتيب السرير كتير عادة صحية. ليش؟ لحنا عم نعطي أمر بتنشيط الدماغ أنه لحنا بلشنا نبلش يومنا بعمل. فكتير بننصح لحنا أنه حتى الطفل نعلمه يرتب سريره قبل الذهاب بالصيف او بالشتاء على المدرسه. نعم، يعني كمان هنادي مو بس بالتقرير، كمان ما شفنا على صفحتك الشخصيه على الفيسبوك طرحتي سؤال انه شو هي العاده اللي بتبدوا فيها نهاركم. كانت الاجابات يمكن كمان متنوعه ومختلفه، البعض منا يمكن قنعك، البعض الاخر لا. خلينا نحكي شوي عن هذا البوست او هذا السؤال وكيف شفتي اجابات العالم. اجتمعت الاجابات اغلبيتها على شرب القهوه او النسكافيه. في كمان اجتني احد الاجابات وكثيره هي تصفح البريد الالكتروني او بنمسك الموبايل. نحن هون دائما بننصح بتاخير مسك الموبايل، او وقت بدنا نفتح الموبايل صباحا نعرف وين نفتح، اكيد ما نقرا اخبار سلبيه، ما نقرا شيء يزعجنا يعملنا توتر وضغط من بدايه النهار. فلا مانع نحن نتصفح البريد الالكتروني بالنسبه للموظفين اللي بيجيهم ايميلات ومراسلات، او نفتح على صفحات يعني بتعطي نوع من الايجابيه شوي وطاقه نقدر نحن نكمل فيها نهارنا. كمان الإجابات اللي اجتني هي مثل اللي بيقول من في نحن نصلي أو بمارس طقوس دينية، نحن ما بنعتبرها عادة سلوكية. نحن هون عم بيأدي هو نوع من الشعائر، فنحن لا عم نحكي أنت عادة شو بتعملها صباحا. هنادي يعني شو أكثر عادة
بتنصحي فيها يعني يتبعوها العالم وتصير عادة لهم الصبح بكير أول ما يفيقوا قبل كل شيء؟ كنتي كأخصائية نفسية بنتمنى تعطينا هالنصيحة بكير نستفيد منها. الصمت، يصمت ويسمع لأفكاره. أول شيء يبدأ نهاره بقليل من الصمت، حتى هو عم بيشرب القهوة يبلش بقليل من الصمت، مثل ما بنقول نحن التأمل والتخيل، يتخيل أو يتأمل هو نهاره أنه حيمشي بطريقة حلوة مهما كانت ظروفه هو صعبة، أو نحن يمكن بيتهمون أنه بنحكي كلام غير واقعي، ولكن نحن دائما بنقول الخيال هو أول تحقيق صحيح. الإبداع. فإذا الشخص هو عاجز عن تخيل أنه هو بوضع إيجابي ولا بصحة نفسية منيحة، هذا شخص أكيد ما حيقدر يكفي نهاره بشكل منيح. نعم، كمان هنادي اليوم العادات بتختلف من شخص لآخر صحيح. مثل ما حكينا اليوم عادات إيجابية البعض سلبية، بعضه عم ببلش حياته أو صباحه بالهموم، فاليوم صحيح. مثل ما كانوا عم يقولوا أنه هي أفضل عادة بالحياة أنه ما تتملكك ولا عادة صحيح. هي من الشيء المتعارف صحيح. عليه. قدي هذا الشيء ممكن يكون صحيح وقدي فعلا لا غلط لازم نتبع ممكن عادات إيجابية؟ هذا يحتاج إلى تدريب. إحنا دائماً منقول وأنا بتبعها بحياتي الشخصية، أفضل عادة أن تتعود على لا شيء، لأنه نحن وقت نصير عنا عادة لشيء نحن تعلقنا فيه، هون نحن دخلنا بموضوع الحب والتعلق، والتعلق مرضي بأي شيء. فبالنسبة للشخص اللي بيقدر مثلاً بيقول أنا ما فيني أروح على شغلي بدون سيارة، كثير نحن هون لا، أنت خلي السيارة وجرب مرة، أنت تدريب نفسي تتشلطة. لك إنك أنت لا إنك أنت تتشنطط او انت تعمل اي شيء تكسر هاي العاده صح. لانه كثير صعب لاي ظرف معين لاي حاله نحن نفقد ما تعودنا عليه. نحن هذا اللي بنخوف، ليش بنقول ايام العادات هي شيء غير صحي؟ لانه بتؤدي لاحباط، بتؤدي لمرض نفسي، بتؤدي لاكتئاب في حال نحن فقدنا هذا الشيء، وخاصه اذا هاي العاده هي متعلقة بالآخرين. تماما. نحن ما بنقدر نحن نقدمها لنفسنا، نحن مثلا مربوطين بكان بأسرة أو بزوج أو بعائلة أو بأشخاص أو بأصدقاء، فهون التعود، حتى التعود على الأشخاص أو كل ما لا أستطيع أن أؤمنه لنفسي، هون نحن بنقول من اليوم نبلش ندرب حالنا، وهذا بيحتاج لفترات طويلة. يمكن هذا يعني بيعطي قوة للذات. هنادي أحيانا فرح بنسأل بعض أو بنسأل هيك أشخاص بتحبيه أو بتحبيها؟ لا متعودة عليها. مو شرط أنه تكون حتى أصدقاء مع بعض، ما رح نقول علاقة صحيح. حب بين اثنين وغرام وهيك قصص، لا ما بحبها بس متعودة عليها خلص صارت جزء من حياتي. قديش كمان هيدا شيء خطأ أو خاطئ صحيح. ممكن تكون عم تعطيكي طاقة سلبية بس أنت متعودة عليها، متعودة تشوفيها، كيف فينا نتخلص من هدول الأشياء؟ هون بدنا نرجع للعلاقة. نحن وقت نعمل عادة هي عم تلبي عنا حاجة أو رغبة معينة. نحن كمان نحكي بالنسبة للعلاقات الزوجية، هي كمان هي أحد يعني نحن أضر العادات، هي إنه الاستمرار بحياة بتجيب المتاعب، ولكن نحن كثير من السيدات بنسألها أنت ليش مستمرة؟ بتقول لك تعودت عليه، أو هو بيقول لنا تعودتي عليها، تعودوا على بعض. هون لأنه التغيير كثير صعب، نحن نرجع لدائرة الارتياح، نحن بنقول اسمها دائرة الارتياح ولكن هي بتكون عم تعطينا مشاعر قلق، لأنه التغيير والخروج من هاي الدائرة كثير صعب بالنسبة للشخص. فهون نحن بنقول بيحتاج الشخص لتدريب. نحن بنقول المهارات النفسية، مثل ما نحن بندرب الجسم إنه يحمل أول شيء بالنسبة للرياضة كيلو واثنين كيلو وثلاثة كيلو ليقدر يرفع أثقال بيصير يمكن 100 كيلو، نفس الشيء المهارات النفسية بتحتاج لتدريب وتمرحل حسب وعي الشخص، حسب مشاعره، حسب هو وين. نحن بنبلش بنرفع له وبنقدر نفك التعلق عنده أو نرفع وعيه بالنسبة للعلاقات المؤذية واللي بيقول أنا تعودت عليها. نعم. هنادي بلشنا حكينا نحن أنه أوقات المجتمع فعلا بيفرض عاداته علينا، وهي العادات بتختلف من مجتمع إلى آخر، مجتمع عربي لمجتمع أوروبي وباختلاف الثقافات. اليوم شو بتشوفي هي العادات الإيجابية اللي فعلا المجتمع ممكن يفرضها علينا نحن نتقبلها ونقدر نطوعها لحتى تكون بتقبل ذاتنا وبتقبل شخصيتنا؟ من احلى العادات اللي نحن بننصح فيها ويا ريت نحن نتنمذج ونقلد المجتمعات الغربيه هي القراءه. كثير نحن بنطلع على بالنسبه للشخص الاجنبي يقرا 150 كتاب بالسنه. نحن اليوم اذا بدنا نسال اي شخص امتى اخر كتاب قريته، فكثير حيجينا اسئله انه اجوبه انه في اشخاص ما مسكوا كتاب بحياتهم. فكثير حلوه العاده القراءه. لو نحن الأهل ما بيعملوها خلينا نبلش نعلم أطفالنا يقرأ صفحة صفحتين صحيح. كتاب. فعادة القراءة كتير عادة حلوة،
ومن العادات السيئه اللي احنا اللي بدنا نحكيها هي عاده النميمه، عاده الحسد، عاده الغيره. هذول شغلات اللي احنا الانسان ما بيحس ما بيتصرف. كثير عنا سيدات من اول ما تفيق الصبح تمسك الهاتف ساعة ونص، هي عباره عن ثرثره ونميمه. فهي كمان عاده كثير سيئه، ومن اضر العادات بالنسبه هي لها شخصيا، لانه هي وقت عم بتمارس هذا السلوك هي كلها طاقه سلبيه. فكمان هي العاده الاشخاص ما بينتبهوا لها، هي عاده النميمه كثير. بس هنادي بدنا نحكي شغله ونقطه كثير مهمه، يمكن انت هلا سلطتي الضوء عليها، على كل السيدات اللي بيحبوا يحكوا هيك على التليفون، يا ريت تحكوا شيء مثلا انه بفيد بيتهم، بفيد اولادهم. دائما بيجيبوا الطاقه السلبيه لهم، يعني احيانا الغيره والحسد بيقتل صاحبه. يمكن اللي عم يحكوا عليها فرح، او اللي عم ينموا عليها هي قاعده مرتاحه او نايمه وعم تحضر شي تي في، او قاعده بمشوار، او عم تعمل اي شيء حلو لها، بيكونوا هن مشغولين فيها. قديش مشانهم لهم يعني كرمال صحتهم النفسيه يعني يبطلوا هالقصة. اكيد هن مدفوعين وراء دافع، هذا بده يكون، هذا موضوع ثاني. فنحن هون كمان حنرجع نركز، لا تبدا نهارك او يومك او صباحك بشيء يعمل لك طاقه سلبيه تماما، لانه الانسان ما بيشعر على حاله هو حتى وقت عم بيمارس سلوكيات خاطئه مثل مثلا الغيره. هو بيتصرف السلوك الخارجي ولكن مدفوع من الداخل هو بالغيره، فهو ما بيشعر على حاله انه انا لانه غيران هيك تصرفت. فهذا بيكون بده يكون اكثر وعي بذاته، اكثر ذكاء عاطفي ليطور مهاراته. ليش نحن قلنا المهارات النفسيه تحتاج لتمرحل ليقدر يوصل الانسان لعادات صحيه، عادات سليمه، وصحه نفسيه، وشخص متوازن بالنهايه على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المجتمع. نعم يعني هنادي بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم، وفعلا الطاقه الايجابيه اللي اعطيتينا اياها بنتمنى يكون يلي سمعونا فعلا قدروا يستفيدوا ويبلشوا نهارهم بطريقه صح لحتى يكملوا بقيه الليل. اكيد هنادي كمان بدنا نتشكرك مره ثانيه، عم بتلامسي خلينا نقول مراحل الحياة اللي عم نعيشها، وزوايا كتير مهمة عم نسلط الضوء عليها. كل الشكر لإلك، إن شاء الله يا رب نقدر هيك نستفيد منها نحن وجميع مشاهدينا، ونكون لنا لقاءات بمواضيع أكثر أهمية وإفادة. ميرسي كتير لإلك، شكرا.